الحياة تقدم بالخط العريض. مساء الخير، مساء الأمل والعمل والنجاح. حلقة جديدة بطعم الفن والموهبة والتمسك بالمبادئ. ضيف النهاردة بدأ حياته الفنية نجم، وكان في فترة من الفترات فارس أحلام الفتيات. قام ببطولة 80 مسلسل و15 فيلم و15 مسرحية والكثير من السهرات، ورغم ذلك خصمه الفن منذ 10 أعوام، فاتجه للعمل المجتمعي ونشر علمه وثقافته في أرض المحروسة. ضيف اليوم لقبه الجمهور بالمحترم، دفع ضريبة اختياراته ولم يندم على مشهد قدمه في حياته. خطفته الدراما من الشاشة الكبيرة، ولما رجع للسينما كانت أعمال المقاولات لا تناسبه. ضيف اليوم الفنان الكبير طارق الدسوقي في ظهور خاص وحصري لبرنامج بالخط العريض، وهيفتح لنا فيه عقله وقلبه ويكشف عن الكثير من الأسرار والمواقف والكواليس الحصرية اللي حصلت له خلال مسيرته الفنية المشرفة. تابعونا. وخلوني أرحب في البداية بالنجم القدير طارق الدسوقي. أهلا بيكم، نورنا بالخط العريض. أهلا بيك يا إيمان، وأنا سعيد جدا بوجودي معاكي في البرنامج المحترم ده، وتقريبا أول مرة على قناة الحياة. أهلا بيك، منورنا ومشرفنا ومنور الحياة ومنور بالخط العريض. أشكرك. خليني أقولك في البداية، الخط العريض لهذه الخلطة السرية التي تجلس أمامي الآن، طارق الدسوقي مين؟ الخلطة دي يعني نتاج حاجات كتير قوي هي اللي أثرت على تكويني. يعني أولا بداية من الأسرة، الوالد والوالدة رحمة الله عليهم، يعني الله يرحمهم. وبعد كده بقى التعليم والثقافة وكل الأساتذة اللي درسولي في كل المراحل ابتدائي وإعدادي وثانوي، وبعد كده معهد عالي للفنون المسرحية والجامعة أكيد، وبعد كده كمان الحياة العملية وكل المخرجين اللي أنا اشتغلت اللي معهم والكتاب اللي اتعاملت معهم، أكيد كل دول كان ليهم الفضل الأول في تكويني الإنساني والثقافي أو المهني يعني. طب خليني أجري على طول على حادث النصف متر، مشهد ماستر سين طارق الدسوقي أول مرة وبتقف قدام نجمة جميلة نيلي. نجمة قمر قصدي قوي قوي. يعني حادث النصف متر ده كان أول مرة في حياتي أشوف لوكيشن تصوير وأشوف ممثلين ونجوم، وكنت في طالب في سنة أولى في معهد فنون مسرحية، وكان إخراج المخرج الكبير أشرف فهمي وقصة الكاتب الكبير صبري موسى، وطبعا كان البطولة الأستاذ محمود ياسين والأستاذة نيلي ومدام نيلي يعني. وفعلا ده كان اول لقاء، طبعا كان رعب يعني. مش عايز اقول لك كنت مرعوب جدا جدا وخايف جدا، لكن انا فاكر ان مدام نيلي وانا بجهز، لانه كان مشهد هو مشهد ماستر سين ومبني عليه عقدة الفيلم تقريبا كلها. فانا فاكر ان انا وانا بجهز لقيت مدام نيلي دخلت الاوضه وراحت قاعده على كرسي وندهت الماكير بتاعها، بيعمل لها يعني بيعمل لها تاتشات، مع ان هي كانت جاهزه تاتشات كده، وفتحت باب حوار معايا. اللي هو ايه بقى، انت خريج كليه التجاره الاول وفي معهد في المسرحيه، طب وده ايه، واخواتك مين، والحاجات ملهاش علاقه بالتصوير وبالتمثيل. فهمت طبعا بعد كده انها بتحاول تدوب الخوف اللي من جوايا وتزيل الرهبة وتخلي فيه نوع من الألفة بيني وبينها قبل التصوير. وده كان موقف الحقيقة نبيل جدا جدا منها، وخلاني فعلا أدخل المشهد ونأديه بشكل جيد يعني. وكانت دي البداية، كانت دي البداية. ويعني بما ان جبنا سيرة مدام نيلي، انا بعد كده التقيت معاها في مسلسل برديس، وكان ترشيح منها هي. وبعد كده مرت السنين بقى، ورحت انا وهي سافرنا الاردن نتكرم من الديوان الملكي الاردني ووزاره الثقافه الاردنيه. عن مجمل اعمالنا يعني. والحقيقه لغايه النهارده طبعا بكن لها كل حب وتقدير واحترام، وهي صديقه واخت عزيزه جدا جدا هي علي ست شيء في الجمال. لكن هاجري، انا طبعا الحقيقه نفسي اقف عند كل محطاتك، لكن هي كتير جدا اعمال كتير جدا، لكن خليني اقف عند النقاط المهمه.
خليني اقول لك ان فيلم العار يعني حظك حلو من البدايه، فيلم حلو، مخرج عظيم علي عبد الخالق الله يديله العمر والصحه ويشفيه ويعافيه. احكي لي الفيلم ده جالك ازاي؟ فيلم العار كنت انا تقريبا في سنه تانيه في معهد الفنون المسرحيه برضو، وطبعا كان في نخبه كبيره من النجوم بقى مع حفظ الالقاب، نور الشريف، حسين فهمي، محمود عبد العزيز، صحيح، الهام شاهين، نوره، أمينة رزق، لا مجموعة كبيرة جدا من النجوم يعني. وأنا كنت في تانية في الطالب في المعهد. الفيلم ده على فكرة كان المفروض إنه اللي يعمل الدور زميل وصديق ليا في من الجامعة ومن المعهد، توفيق عبد الحميد. واعتذر لأنه كان عنده مسرحية في المعهد في نفس التوقيت يعني. وإلهام شاهين يعني قالت للاستاذ علي عبد الخالق انه لا طارق برضه ممثل كويس وكده، وتوفيق نفسه اللي قال للناس خدوا طارق بدالي. وانا فاكر ان انا اول يوم رحت اقابلهم في الفيلا تقريبا معظم الاحداث فيها. بتصور فيها، فكنت بقيس بدله الضابط اللي انا هطلع بيها، فمن اول لبسه او بروفا ما كانتش محتاجه حتى يعني تزبيط. اي تظبيط، فالدور واللبس مفيش مشكله. هو اول ما الاستاذ عبد علي عبد الخالق شافني قال لي ده يعني. طب اتعاملت ازاي مع كل هؤلاء النجوم؟ مين فيهم كان اقرب لك في الكواليس؟ يمكن مشاهد الرئيسيه كانت بيني وبين الهام شاهين، الهام شاهين وطبعا كانت زميلتي في المعهد وصديقتي. وطبعا كان في مشهد ماستر سين برضو مع الاستاذ حسين فهمي واستاذ نور الشريف، يمكن مشهد برضو او حاجه كده. لا الحقيقه كلهم كانوا لطاف جدا جدا وبيتعاملوا معايا بحب جدا. وانا فاكر الاستاذ نور الله يرحمه اداني نصيحتين في الفيلم ده واحنا في الكواليس يعني ما كانش فيه تصوير. كان دايما الاستاذ نور على طول لازم تلاقي معاه كتاب او قصه او روايه او حاجه، وبيحب جدا مولع بالثقافه بشكل عام والقرايه بالتحديد. فقال لي مهم قوي قوي للفنان انه يبقى على درجه عاليه من الثقافه، فاقرا كتير واسمع كتير واتفرج كتير. وانا النصيحه دي الحقيقه انا كنت اوريدي يعني مولع بالثقافه بشكل عام، لكن النصيحه دي كمان زودت عندي الاحساس باهميه. لا وانت فنان يعني مثقف ولك قيمه كبيره، وهنتكلم في ده بس في مرحله اخرى في هذا البرنامج، لكن لازم نتكلم عن ثقافه طارق الدسوقي، ولكن هي واضح انها بدات من بدري شويتين. في فيلم الساده المرتشون علاقتك بمحمود ياسين والمنتج عالم الدين اللي قال انه هيضرب طارق الدسوقي. لا هو السادة المرتشون ده كان تاني فيلم برضه بعد العار على طول، وكان نفس المخرج الكبير الاستاذ علي عبد الخالق، بتمنى له يا رب كل الشفاء والصحة الغالية، لأنه مخرج كبير قوي وحد عظيم جدا وتاريخه عظيم ومشرف جدا وليه صاحب فضل عليا خصوصا في بدايتي يعني، لأنه ده تاني فيلم يخش وحرص أن أنا أبقى معاه. كنت بعمل دور أخو محمود ياسين الصغير، وكان إنتاج المنتج الراحل محسن عالم الدين. أنا فاكر برضو أنه كان مشهد ماستر سين المفروض بناكل فيه البلوبيف المسموم ده اللي بنموت انا وامير رمزي اخوات محمود ياسين، ويجي البوليس بعد كده. فالمهم الاحداث دي كلها بتدور في نفس اليوم في الشقه دي يعني. كان عندي امتحان في معهد فنون مسرحيه، وكان مشكله كبيره طبعا استاذ محمود ياسين النجم الكبير ده هيقعد ازاي الثلاث ساعات ولا هيستنى طارق دسوقي هذا الفصل اللي لسه بيقول يا هادي عشان يروح المعهد ويرجع. فكان الاستاذ محسن كمان محرج والدنيا، وانا متوتر قوي وخايف انا هسقط في يعني هتروح عليا السنه يا اما يروح الفيلم يروح الفيلم وانا راكور كمان اتصورت قبل كده. ف فالحقيقه يعني استاذ محمود بمنتهى النبل والتواضع قال للمحسن لا مالكش دعوه خليه يروح، الواد عنده امتحان هيعمل ايه، روح الامتحان وانا قاعد هتفرج على في ماتش هيشتغل شغلوا لي الماتش هتفرج عليه لغايه ما يروح ويرجع. انا فاكر الاستاذ محسن خدني معاه في عربيته وداني المعهد وقعد استناني، عملت العرض المسرحي بتاعي وخدني ورجعني تاني على اللوكيشن. والاستاذ محمود حتى قال لي ها عملت ايه كويس ولا ايه؟ الله والله قال لي يلا روح اجهز بقى
يعني عايز اعرف يعني كواليس هذا العمل، كواليس العمل مع نجم كبير زي محمود ياسين ازاي ممكن يكون؟ شديد الاحترام وشديد التواضع والجمال، وهو طول الوقت ما بينساش انه في بداياته كان محتاج اللي يمدله ايده واللي يشجعه واللي كده، فبيعمل ده مع كل يمكن اي وجه جديد يتعامل معاه او يقابله. انا شخصيا مع الأستاذ محمود الله يرحمه حاجات طريفة جدا وغريبة في حياتي مرتبطة بيه. إن من وأنا صغير وغاوي تمثيل وأنا أمثل في ابتدائي وإعدادي وكده، كانوا دايما أصحابي يعني حد يتريق عليا يقول يعني هتبقى محمود ياسين، كان ده اللي بيتضرب بيه المثل نجم النجوم في النجومية يعني. طبعا يوم يصادف إنه أول مرة أمثل في حياتي يبقى قدام محمود ياسين، وبعديها أعمل أخوه في السادة مرتشون، وبعد كده أول بطولة ليا في السينما كانت مع الأستاذ محمود ياسين، كان فيلم رجل ضد القانون. كان محمود ياسين وميرفت أمين وأنا، وبعد كده التعويذة محمود ياسين ويسرى وتحية كاريوكا برضو وأنا، ودول يعني يعتبروا أدوار رئيسية وبطولة. فأنا يعني كنت بتفائل جدا جدا بيه وبحبه جدا وفي حاجات مشتركة كتير، إنه احنا الاثنين يعني انا بعشق اللغه العربيه زيه، مخارج حروفي والفاظي سليمه، الثقافه بشكل عام، في كلامه العادي حتى تلاقيه بيتكلم اللغه الثالثه اللي هي لغه المثقفين. اللي هي خليط بين العاميه وبين الفصحى. المفارقه كمان الطريفه في الموضوع انه اول نقد اتكتب عليا سكينة فؤاد، كان شفت انا كنت استاذة سكينة فؤاد في مجلة الاذاعة والتلفزيون، كان عن دوري في مسلسل حصاد الشر، وكتبت قالة الوجه الجديد بين قوسين عبد الهادي، ده اسم الشخصية ما كانتش يمكن عارفة الاسم. وجه مبشر وفي قبول وحضور ويذكرنا ببدايات النجم الكبير محمود ياسين. فيعني يعني مقال قد كده حلو وقد كده بيشجع، لكن كمان مقال يخوف. لما قريته انبسطت ولا انبسطت وخفت؟ الاثنين لانه بيحملني مسؤوليه كبيره جدا جدا، انها تشبهني بنجم كبير تربع بقى فتى الشاشه وتربع على عرش شاشه السينما ل 20 او 25 سنه متواصله. صحيح. عمل فيها كل الادوار والشخصيات، اعتقد طبعا بتبقى شيء يسعدني جدا وفي نفس الوقت بيحطني قدام مسؤوليه كبيره. صحيح. هنرجع لمسيرتك السينمائيه، احنا لسه مكملين في السينما. لا تسألني من أنا، فيلم مهم جدا مع نجمة كبيرة جدا شادية الله يرحمها حبيبتي. الله يرحمها. كمان اتكرر معاك موقف أشرف فهمي المخرج العظيم الله يرحمه كمان قال هضرب طارق الدسوقي، حكايتك ومين فيهم عملها؟ محدش عملها، ما اتضربتش ولا مره؟ لا الحمد لله ما اتضربتش ولا مره. وبعدين ويمكن حظي، بس عشان انا الاعمال اللي حضرتك قلتيها كلها كنت طالب في المعهد الفنون المسرحيه. أيوة. كنت لسه ما زلت طالب يعني، انت عارف انا حاصل على بكالوريوس تجاره الاول وبعد كده دخلت معهد عالي للفنون المسرحيه. فكل ده حادث نصف متر والعار والساده مرتشون، لا تسالني من انا، كل ده وانا طالب في المعهد. أيوة. لا تسالني من انا بقى كنت في سنه رابعه، وده كان امتحان خلاص تخرج. ماذا حدث؟ تخرج امتحان برضو يصادف ان المشهد الماستر سيني اللي في الفيلم فينال الفيلم كله. اللي هو المشهد اللي يمكن الناس كلها فاكراه اللي هو فوق السطح. أيوه. وكان فيه كل ابطال الفيلم. أيوه. يعني مدام شادية وكانت إلهام شاهين ويسرى وهشام سليم وانا وناصر سيف ومحسن صبري، وبيجي بعد كده فاروق الفيشاوي وامه وابوه. ايوه. ومشهد اللي هو الفينال، مشهد الفينال. طبعا استاذ اشرف فهمي بقى الله يرحمه العرق التركي لما يشتغل عصبي جدا. فكان متضايق قوي، يقولوا له انت، قال له امتحان ايه بالنسبه له؟ لا امتحان ايه وبتاع ايه يعني، ده فينال الفيلم. فتوعدني الحقيقه يعني، قال لما والجو كان برد كمان، كان برد جدا. وانا فاكر حتى مدام شاديه كانت حاطه شال على الجلابيه اللي هي بتاعتها اللي بتصور بيها، وموقف صعب جدا وهو حامل همها طبعا وكده. فكان متوعد يعني لما يجي حد، اول ما يجي ادوني يعني حاجه كده. فراحوا بقى ناصر وهشام وكده، راحوا قالوا مدام شادية طارق لما يجي اشرف فهمي يعني هيضربه، هيكسر الاستوديو على نفوخه، هيعمل كارثه. ايوه. فقالت لنا طيب اقفوا فوق السطح اول ما تشوفوه جاي قولوا لي. ففعلا
اول ما لقوني جاي بقى وجايب تاكسي، طبعا عندي العربيه ولا حاجه وشايل البدله على كتفي وجاي بجري. وعرقان وبنج وحالتي حاله، ادوها خبر. راح نازله على طول جري وراح واقفه عند الباب. طبعا كان اشرف فهمي قالوا له النضرجيه بتوعه، قالوا له ايوه برضه انه طارق جه. طارق جه هو فين؟ وداخل بقى صوته هيجيبني. راحت مدام شاديه الله يرحمها حبيبتي وقفت كده خدتني ورا ظهرها وقفت، قالت له والله العظيم يا اشرف لو عملت له حاجه هسيب اللوكيشن وامشي، الولد عنده امتحان هيعمل ايه؟ بص انا اللي انا عامل كل ده عشاني كده. قالت له مالكش دعوه انا مش متضايقه ولا اخواته متضايقين، يلا يا روح يا طارق اجري اجري البس. ودي كانت كواليس مختلفه مع نجوم كمان مختلفين. جميله جميله. انا كنت احيانا طبعا كانت بتعاملنا كلنا على اننا ولادها، وطول الوقت انا في الكواليس فانت كنت احاول انكشها كده ان انا ايه ادندن اي اغنيه من اغانيها عشان اسحبها واخليها ايوه اعكسها من بعيد كده. ما كانتش بترضى جدا خالص، فبتبص لي وتضحك تقول لي ولو ونشز براحتك. ما كانتش تتضايق ان انت تغني لها اغنيات؟ لا لا خالص، لا بالعكس يعني سعيده، واحنا كلنا حافظين كل اغانيها وبنرددها لغايه دلوقتي. انا فاكر كمان ان انا انها كانت بتعمل مسرحيه ريا وسكينه في نفس التوقيت. انا فاكر ان انا رحت لها، كان معايا والدي ووالدتي وما لقيناش تذاكر خالص عشان انا عايز اروح اتفرج على الروايه. فدخلت لها كواليس لفيت وقلت لهم عايز اقابل مدام شاديه، وانا طبعا لسه حدش بس عامل معاها لا تسالني من انا. بس فالمهم ايه، راح دخلوا لها قالوا لها طارق دسوقي، قالت له خليني ابني حبيبي، وقابلتني مقابله قد كده جميله، وقلت لها انا كان نفسي اتفرج والله وجاي انا وبابا وماما وبتاع بس خلاص مفيش تذاكر. قالت ايه ده مفيش كده؟ ندهت لمدير الفرقه وقالت له حط كراسي اكس في الصاله في اول صف عشان ابني وباباه ومامته وكده. الله قد كده كانت جميله قوي وطيبه قوي وحنينه قوي، ويعني قوي قوي تركيبه عظيم. ونجمه كبيره الحقيقه على كل المستويات. لكن خليني بقى اجري معاك شويه واقول لك ان انت كان ليك مجموعه تجارب او تعاقدت مع المنتج الراحل رياض العريان. رياض العريان طبعا هو والد المخرج طارق العريان وكان زوج النجم عفاف شعيب، تعاقدت معاه على مجموعه افلام، مظبوط المعلومه؟ انا اول ما اتخرجت من المعهد فنون مسرحيه تبناني فنيا المنتج الراحل الكبير رياض العريان وقدمني في 5 مسلسلات بطوله ورا بعض مع يمكن كل نجوم ونجمات. مسلسلات ولا افلام؟ كانوا مسلسلات. مسلسلات وكانوا كلهم تقريبا صورناهم في اليونان في اتينا، يعني لانه كان بيملك استوديو في اتينا ساعتها في اليونان يعني. ومن الاعمال دي الحقيقه يعني كان ليها الفضل الكبير جدا في انها قدمتني للناس في مصر وفي العالم العربي بشكل جيد وشكل كبير. كان مسلسل غلطه العمر، بعد كده حصاد الشر، موسى بن نصير، اللاعبون بالنار، حافه الهويه. طبعا نجوم كل نجوم مصر بقى في المسلسلات ال5 مسلسلات دول. يعني اثناء العمل مع رياض العريان حصلت مشكله بينك وبين عفاف شعيب. انت بتجيبي الحاجات دي منين؟ إيه؟ حاجات رفيعه كده بين وانت مصر تنطها وتعديها. لا هو فعلا عارفه حماس الشباب والواحد بيبقى يعني معتز بنفسه، وانا كنت مجتهد او بحاول اجتهد قوي على قد ما اقدر. أيوة. واقرا كويس قوي واذاكر كويس قوي وكده. فكان في مشهد برضو ماستر سين في المسلسل يعني حصل فيه تعديل بشكل او باخر مدام عفاف مع المخرج او كده، وهو مش مؤثر الحقيقه عليا يعني او على دوري خالص، بالعكس يعني وجهه نظر. فانا قلت وجهه نظري، قلت لا يعني الاحسن لو كان كذا كذا كذا. فيبدو انه مدام عفاف طبعا هي بطله مسلسل ومرات المنتج ونجمه كبيره ومين ده بقى اللي هيجي ينظر ويعمل فيها بيفهم يعني. فحصل احتد، وانا كنت معتز جدا يعني بنفسي وبكرامتي وكده. لا وسكينة فؤاد كاتبة عنك مقال فما تمشي بيه يعني. ما لا ده هي كتبت عن المسلسل ده، ما كانتش لسه اتذاع، ده الخلاف حصل في المسلسل ده. فانا ما يعني ما اقتنعتش بالكلام، فكلمه منها كلمه حصل يعني خلاف ما طبعا
وكملنا، كنا في اليونان بقى ساعتها، وكملنا المسلسل. كنت بعمل مسلسلين في وقت واحد، كان حصاد الشر وموسى المنصير، والاثنين كنا بنصور والحلقات تسافر تاني يوم تتذاع في كل الدول العربية على الهواء على أول بأول. وده لغة عربية فصحى، وده وهنا أنا طالع ابنها عبد الهادي، ابن الست بدور اللي عفاف شعيب، وهنا أخوها. فكل مشاهد، كل المشاهد بينكم. فطبعا بعد المسلسلين دول العلاقة كانت متوترة جدا، وطبعا الأستاذ رياض دي مرته في النهاية يعني. حتى لو هو مهما كان بيحبني زي ولاده بالظبط، ودي كانت حقيقة، لكن في النهاية دي مرته، فلازم يعني. رحت اشتكيت المنتج؟ فلا قلت له اشتكيته يعني، قلت له حصل بيني وبين مدام عفاف يعني. اشتكيت له قصدك؟ اشتكيت له هو؟ لا هو يعني عرف تقريبا كل التفاصيل، كل التفاصيل يعني، وحصل زعلة كده خفيف، لكن بعد كده رد عليك قال لك دي الحكومة. انت مش هتقولها، رد عليك قال لك دي الحكومة. دي حقيقة فعلا. ويمكن ما كنتش كمان بتعامل مع اي حد غير هو، فقعدت سنة ببيتنا ما اشتغلتش خالص، لغاية ما بعد كده عملت بقى، عدت من خلال القطاع العام. لا عدت من خلال برديس مع نيلي، مع نيلي، وبعد كده برضو قطاع خاص، عملت مسلسل تاني كده، وبعد كده اشتغلت تاني مع الأستاذ رياض العريان. رجعت مرة تانية للعمل بعد كده. ودلوقتي طبعا الحاجة عفاف صديقة وأخت عزيزة جدا، وإحنا بنحبها، بنوجه لها كل التحية طبعا. لكن مشاهدينا هروح لفاصل قصير ونرجع نكمل مع نجمنا النهاردة الفنان القدير طارق الدسوقي، ولكن بعد الفاصل هيكون سؤالنا ليه، كيف تخطى أزمة الأجور ما بين القطاع الخاص والقطاع العام. انتظرونا بعد فاصل قصير. وكان سؤالي قبل الفاصل للنجم طارق الدسوقي، ازاي ممكن نجم في بداياته وعامل شغل كويس جدا ومحقق نجاحات عالية جدا انه يتغلب على الفارق في الاجر بين العمل في القطاع الخاص والقطاع العام؟ عملت ايه في الحكاية دي ومين حلها لك ولا ما تحلتش؟ لا كانت مشكلة فعلا. انا فاكر انه اول تعاون بيني وبين تلفزيون مصر بقى ساعتها، كان انا اجري يمكن بره كان يعني 1000 او عدى 1000، وكان المفروض هبتدي انا بقى في التلفزيون مثلا ب 150 ولا 200 حاجه في الاول خالص. بتبدا كدا. من الاول، فمن هنا لهنا طبعا، ودي كانت سابقه الاولى يعني، من نوع ان هو راح قافز بيا 3 او 4 درجات، لكن ما وصلكش للألف. لا ما وصلنيش ليها ساعتها، 500 600 حاجه كده يعني. وده كان حاجه يعني طفره بالنسبه له، قال لي وبعد كده ان شاء الله يبقى يرفعني يعني. بعد كده كان في مسلسل مخابراتي شهير جدا، السقوط في بئر سبع، اتكلمني عنه وكانت التجربه دي ليه وفكرت فيها ازاي، وده اتصور في اليونان كمان مش كده، اليونان وايطاليا. بالظبط. ده بقى يعني ما ابتديت المرحله الثانيه، مرحله التعاون مع التلفزيون المصري اللي بدات بما زال النيل يجري. بقى في بقى سلسله من الاعمال، منهم ابدا لم يكن لها، الحب والطوفان، بيت الجماليه، السقوط في بئر سبع، واعتبر من اهم الاعمال اللي انا قدمتها مع التلفزيون المصري. طبعا كانت قصه حقيقيه من ملفات المخابرات العامه، عمل لها والضابط السيناريو والحوار الاستاذ سامي غنيم، وكان اخر اعمال المخرج الكبير الراحل مورد دبرداش. حتى هو مكملش العمل، توفى اثناءه، وبعد كده كمله المخرج الراحل احمد توفيق. طبعا البطوله اسعاد يونس وسعيد صالح ومجموعه كبيره من النجوم والنجمات، وانا كنت بعمل دور ضابط المخابرات الرئيسي، ودي شخصية حقيقية اللي هو جاب القضية. كانت قضية إبراهيم وانشراح، حتى إبراهيم ده خد إعدام وانشراح اتسجنت، وبعد كده رئيس السادات الله يرحمه أعتقد في صفقة تبادل أو عفو كده رحلت لإسرائيل لولادها يعني. أنا فاكر طبعا أنه إحنا كواليس العمل دي كانت برضو صعبة وكانت مهمة جدا، لأنه لما رحنا نصور في اليونان وفي إيطاليا، إحنا غيرنا اسم المسلسل، خليناه أحلام العصافير بدل سقوط في بئر سبع، كنوع من أنواع التمويه حفاظا على سرية وأمن يعني أنتوا غيرتوا
من باب انه طبعًا نوع من الامان. امان طبعا طبعا. وكان مصاحب معانا احد ضباط الجهاز العظيم جهاز المخابرات، راح طبعا برضو باسم اندر كفر يعني ومدير انتاج يعني معانا وكده علشان يقول لي هنا ده صح كنا بنقول كذا. هو طلع معاكم وقتها بقى في الكرو كواحد من الكرو بالظبط وعشان يقول لنا كنا بنقول كذا، لا ده صح ده غلط نعمل كذا، عشان يبقى فيه قدر كبير من المصداقيه والواقعيه للاحداث الحقيقيه يعني. من الاعمال اللي انا بعتز جدا بيها فعلا واللي بذلنا فيها جهد كبير قوي قوي. وانا فاكر من الحاجات الطريفه في اللي حصلت في العمل ده ان انا اتجوزت اثناء تصوير المسلسل. انا كنت لسه هقول لك مسلسل بالصعوبه دي والتركيبه دي ومعاك كمان بطل عايش هذه الفتره والازمه فتروح تتجوز جالك نفس ازاي وقتها؟ ما هي دي نقرة ودي نقرة. ده موضوع وده موضوع. فده كان السقوط في بئر سبع وتزوجت وكان وشه حلو واتجوزت بعد قصة حب حلوة. مش هقدر أسألك غير أنه يعني قصة الحب دي استمرت فترة طويلة والزواج وبقى عندكم ولد وبنت مش كده؟ تمام. وبعد كده إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ كملي الحكاية. النصيب بقى يعني فعلا. انتوا قعدتوا متجوزين فتره طويله 11 او 12 سنه تقريبا. كانت هي ملكه جمال مصر ولا كانت ميس ايجيبت وانجبنا بقى لوجينا بنتي كبيره واحمد حبايب قلبي طبعا ربنا يخليهم لك. وده اجمل ما في الموضوع الحقيقه. وبعد كده انفصلنا. طب خليني هسألك سؤال تقليدي شوية. قصة حب حلوة ملكة جمال مصر يعني أكيد سيدة جميلة أنجبتم عشتوا مع بعض 11 سنة ونص. هل تفتكر بشكل أو بآخر حياتك وعملك وانشغالك طول الوقت كان سبب أنه حياتك الزوجية ما تستقرش؟ لا خالص، لأنه من البداية هي عارفة أنا متجوزة فنان وأنا كنت ساعتها في عز يعني بعمل ثلاث اربع اعمال في وقت واحد وفي عز نوميتي. بس واحنا على البر بنقول حاجه، لا لكن لما بتدخل في العلاقه يمكن في وقت تحتاج تبقى انت موجود لا معاها. لا من غير الدخول في التفاصيل، لان انا يمكن دايما كتير قوي بعيب او ما بحبش انه حياه الفنان الشخصيه او الخاصه تبقى مشاعر. لا ابدا انا ما اقصدش ابدا انه ادخل في التفاصيل. لا لا خالص. لكن اقصد اقول السؤال اللي بيجي على بال كتير انه يقول انت مشغول طول الوقت لانه 11 سنه ونص مش فتره قصيره. لا خالص خالص، يعني يمكن اسباب الانفصال ما لهاش علاقه بانشغالي ولا بمهنتي كفنان ولا ليها علاقه بالغيره كمان خالص على الاطلاق. ما كنتش مدي مساحه لده يعني، ولكن هو تقولي النصيب. وتزوجت بعدها. نصيب برضه. بعدها بفرق قد ايه؟ يمكن سنتين. ما هو انا لازم اسالك الاسئله دي. انا هقول لك ليه. انا مش حشريه وعايزه اعرف. بس مش معقوله يعني انا معايا طارق الدسوقي يعني انت عارف يعني. طب انا هريحك. انت فتى الشاشه في على مدار سنوات طويله وانا شايفاك دلوقتي فانت يعني. طب انا هريحك يعني مش معقوله. فلازم اعرف يعني. اريحك اقول لك الكونكلوجن كله ويمكن اول مره انا اقول الكلام ده، لكن من غير دخول في تفاصيل كتير. اتفضل. انا اتجوزت مرتين. ايوه. ودي حاجه في كوميدي فهقوله من باب الكوميديا يعني. اوكي. الزواج الاول انا قعدنا مع بعض 12 سنه. خلفنا ولد وبنت، البنت الكبيره والولد الصغير والفرق بينهم 4 سنين. بعد كده انفصلنا. قعدت سنتين بعقلي. بعد كده اتجوزت تاني. قعدت مع مراتي التانية 12 سنة. خلفت بنت وولد، البنت الكبيرة والولد الصغير والفرق بينهم 4 سنين. أقفل لك الحدوتة بس بشكل كويس. إن أنا الحمد لله الحمد لله رب العالمين. ولادي الأربعة بيحبوا بعض جدا. علاقتهم بيا وطيدة وقوية جدا 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 وفي حضني تقريبا الأربعة. أنا كل شيء، المدرسة، الجامعة، القرارات مش بس ماديا، لا ماديا ونفسيا ومعنويا، يعني بقوم بدوري كأب على أكمل وجه. يعني أنا الجامعة، المدرسة، أي مشكلة، أي قرار
مصيري، اي شيء مهم. الصغيرين اولادي اللي في المدرسه عمري ما بفوت بيرنتس ميتنج واروح معاهم التمارين، ويعني بشرف على كل حاجه. اي مشكله تحصل تليفوني مع كل ال فانت اب مركز جدا مع اولادك. بالظبط. وانا على فكره وعلاقتي بالاثنين يعني زوجاتي اللي انا انفصلت عنهم علاقه جيده جدا. وانا الحقيقه دايما بقول انه انا ممكن اي حد واحد او واحده ممكن يبقى زوج فاشل بس اب هايل. طبعا ملهاش علاقه ابدا. ممكن تبقى زوجه فاشله بس ام كويسه. مظبوط. فدي مساله. وفي نفس الوقت الاولاد بقى لا ما لهمش علاقه لا باختياراتنا ولا بعلاقاتنا ولا بمشاكلنا ولا بحياتنا. هم عايزين اب وعايزين ام وعايزين يستمتعوا. حياه فيها امان وفيها حب. بالظبط. مظبوط. الله يحفظك لاولادك ويحفظهم ليك ولامهم لامهاتهم كمان. استاذ طارق، جاري هروح للسينما. انت بدات السينما، دخلت دراما. يعني دايما السينما هي الذاكره الاقوى. انت رحت للدراما وبقيت نجم الدراما رغم ان بدايتك سينمائيه. رجعت بعد كده اشتغلت سينما، لكن ما حققتش فيها في الفترة الأخيرة اللي حققته وانت بتشتغل دراما. المشكلة كانت فين؟ عندك حق. أنا بدايتي فعلا كانت سينمائية زي ما قلت لك، وأنا طالب في معهد فنون مسرحية من خلال حادث نصف متر العار السادة المرتشون لا تسألني من أنا. وكان كل المخرجين اللي اشتغلت معاهم أستاذ علي عبد الخالق، أستاذ أشرف فهمي، تنبؤوا لي أو توقعوا لي مستقبل كويس في السينما. لكن أنا الفنان اللي جوايا وحاسس ان الادوار اللي انا عملتها في السينما ما اتحتليش الفرصه ان انا ابرز اكبر قدر ممكن من طاقاتي او ابداعاتي كممثل. ولذلك اول ما تبناني رياض العريان فنيا وقدمت داني بطولات على الدراما طول. حبيت الدراما وحبيت التلفزيون قوي. والسفر بقى وكده وبتعامل مع كل النجوم والنجمات وانا بطل وادوار مختلفه. ده كانت المساله ده ذهني ساعتها. أيوه. ما كنتش على وعي بان السينما هي تاريخ الفنان الحقيقي وان هي الاخلد والابقى. فلما ابتديت استوعب ده وقررت ان انا عايز ارجع للسينما تاني كانت هوجه افلام المقاولات بقى. فاصبحت في خيار، هل اقدم او اعمل بطوله افلام بطولات زائفه في افلام تافهه عبيطه ولا استمر في تقديم اعمال جيده ومحترمه من خلال التلفزيون. اقدر اقول انه ففضلت ان انا استمر في التلفزيون. وبعدين مسكت العصايه من نص في وقت من الاوقات وعملت خمس افلام لا يمكن نقدر نقول عليهم ان هم مقاولات وفي نفس الوقت ما لقوش النجاح. ناصر 56 لا ناصر 56 ده على جنب. لكن افلام عملتها بطولتها رجل ضد القانون مع محمود ياسين وميرفت امين، تعويذه مع محمود ياسين ويسرى، المعلمه سماح انا ومديحه كامل وعزت العليلي، بعد كده فيلمين انا ودلال عبد العزيز، فيلم اسمه ثلاث ساعات حرجه كانت بطولتي انا وهي، وفيلم اسمه شباب تحت المراقبه انا وهي واحمد عبد العزيز. دول بعد كده بعدت تاني واستمريت في التلفزيون لغايه ما عملت ناصر 56 وده حاله خاصه على جنب لوحده. لانه شرف لاي فنان انه يشارك ولو بمشهد في عمل وطني قومي. قدمت محترم. دور المشير عبد الحكيم عامر. بالظبط بالظبط. عملت دور المشير عبد الحكيم عامر وده كان طبعا كاتب السيناريو والحوار الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن، اخرجه المخرج الكبير محمد فاضل، بمثل قدام بقى ايقونه التمثيل في العصر الحديث احمد زكي هذا العبقري الله يرحمه. وكل مشاهدي معاه تقريبا. احكي لي كنت بتجهز ازاي؟ مش عايز اقول لك متعه. يعني اولا تعبنا كلنا جدا جدا جدا، مش عايز اقول لك قد ايه. كل اللي شغالين في الفيلم تعبوا قوي قوي قوي، خدنا وقت طويل وكبير قوي في الفيلم يعني، لكن متعه متعه لاي فنان وهيبقى في سيرته. ايه موقف لا تنساه ابدا بينك وبين احمد زكي الله يرحمه في هذا الفيلم؟ مواقف كتيرة بتدل على ان ده كان معجون موهبة معجون فن. موقفين الحقيقة، موقف شخصي وموقف عام. الموقف الشخصي ان انا فوجئت انه متابعنا، يعني لقيته بيكلمني عن مسلسل انا عملته مع عظيم عبد المنعم مبولي كنت عامل ابنه الكبير. كان اسمه السجين. أيوه. ولقيته اتفرج عليه وبيقول لي على مشاهد بعينها
بقيت مستعجب ان هو قد كده مركز وقد كده بيشوف الوجوه الجديده اللي طالعه وبيشوف الدنيا عامله ازاي. قعد واداني نصيحه غاليه وانا عملت بيها بعد كده، اللي هي ودي مدرسته، انه قال لي انت طول الوقت، انت ممثل كويس قوي، بس انت طول الوقت في المسلسل عايز تحلف للناس انك ممثل كويس، فمزودها شويه، ففي اوفر اكتنج في مشاهد كتير. قال لي لا تستعرض عضلاتك ولا تحاول تثبت انك ممثل كويس، وعيش الدور بكل كيانك وصدق وده الطبيعيه دي والتلقائيه دي هتوصل للناس، وهتبين انك انت ممثل كويس. ودي كانت نصيحه احمد زكي لي، فرق معايا كتير قوي، لان هو على فكره احمد زكي يمكن الممثل الوحيد اللي انا شفته في حياتي درجه المعايشه بتاعته بتوصل 90 و95%. يعني احنا حتى واحنا بندرس بيعلمونا انه درجه المعايشه ما تزيدش عن 75%، لازم 25% بعقلي واعي. أيوه. عشان اقول الكلام اللي موجود في السكريبت، عشان اعمل الحركه اللي المخرج قالها لي. أيوه. عشان اخد اضاءتي صح، كاميرا، كل الكلام ده. احمد لا، احمد زكي الله يرحمه كان بيعيش بدرجه يعني 90 95%، يعني بيخش المشهد هو الدور، هو الشخصيه. هو الشخص، ولذلك لو حصل ستوب وعاد المشهد 20 مره ممكن كل مره يعمل حاجه مختلف. ثانيه بشكل في ممثل اخر ونجم كبير جدا جدا كلنا بنحبه وهايل، ولما شفيه طبيعي قوي وبيعمل تفاصيل، مثلا وانا بكلمك ممكن ادعك في عيني كده او اهرش في دماغي، يبدو للمشاهد ان الحركه دي عفويه وتلقائيه، لكن هو رسمها، هو بيبقى رسمها، بيبقى عارف انه هيعمل الحركه دي. من هو هذا النجم؟ يعني نور الشريف الله يرحمه. نور الشريف كان بيبقى يعني مع كل اللزمات اللي بيعملها وكل مذاكرة قوي، وبيعملها بشكل بقى عفو وتلقائي قدام الكاميرا، فبيبان طبعا حد برضه عبقري تمثيل. صحيح. لكن احمد لا، احمد كان بيعيش بجد، عشان كده ده اثر يمكن على جهازه العصبي والذهني، ما كانش ليه حياه خاصه، كان حياته الحقيقيه اللي بيعيشها قدام الكاميرا. موقف بقى الموقف لا ينسى. في مشهد ماستر سين انا وهو بشرح له على الخريطه، وبنقعد بعد كده بنقعد على الكرسي ونكمل في نصر 56 وانا قائد العام للقوات المسلحه عبد الحكيم عامر، وهو رئيس المجلس الاعلى ورئيس الجمهوريه. فالمشهد ده كان كبير، مش صفحتين ثلاثه، وكان الاستاذ محمد فاضل عامله وان شوت بس، الكاميرا بقى على كرين وبتلف بينا كده وتقعد، ومعمول له ميزانسين كمان معين. يعني المشهد ده احنا عدناه 48 مرة. 48 مرة بسبب ايه؟ اربع علب خام. احمد زكي يخش المشهد، عبد الناصر الكلام يروح، فنعيد يقفش الكلام، الشخصية تهرب، عبد العال ناصر يهرب. طب يقفش الاثنين، يحصل خطأ إضاءة أو تصوير أو الكاميرامان أو الحركة أو بتاع. محمد فاضل مصر إن المشهد يتعمل زي ما هو رسمه. أحمد زكي مصر إنه ما فيش كلمة ولا جملة تطلع بره، يبقى عبد الناصر بره طول الوقت. عبد الناصر قد كده حرص اتنين فنانين عباقرة كبار على إن الدنيا لازم تبقى كده، يعني لدرجة الأستاذ فاضل كان طب ريحوا نور يا جماعة، فنريح النور ونقعد نهدى شوية وبعدين نكمل، لغايه ما اتعمل المشهد زي يعني يرضي زي ما الجميع، هو زي ما كتبه. عشان كده الفيلم ده لما اتذاع وكان رهان، وكانت مجازفه كبيره جدا جدا من قطاع الانتاج انه يعمل العمل ده، ومن محمد فاضل انه يصر انه يعمله ابيض واسود. أيوة. كمان عشان يدي مصداقيه. ايوه، كان في وقتها رهان الفيلم ده الناس هتشوفه وهتستقبله ازاي، كسر الدنيا، وحتى الاجيال الشابه الجديده اقبلت عليه بشكل كبير جدا، وكان بيجسد لحظه تاريخيه مشرقه ومشرفه في تاريخنا. صحيح. هي قرار تامين قناه السويس وما صاحب هذا القرار من ردود فعل على المستوى المحلي والعالمي، يعني تجسيد للاراده الشعبيه. وخدنا فيه بقى وقت كبير، اعلى افيه قاله احمد زكي في الفيلم، في هذا الفيلم، لانه الفيلم ده انا كنت بعمله واثناء السقوط في بئر سبع برضو، كان بعدي يعني على طول. أيوه. في نفس السنه. كان 93 واحنا بدأنا من 92 وخلصناه بعد كده. فاحمد زكي بيقول لمحمد فاضل طارق دسوقي اتجوز وخلف واحنا لسه بنصور انتظرونا بعد فاصل قصير والحديث عن السينما النظيفه.
بيكم منورنا في بالخط العريض. طارق الدسوقي، هل أنت من أنصار السينما النظيفة أو هذا المصطلح اللي أصبح موجود الفترة الأخيرة؟ أو بيروح وبيجي يعني؟ هو ما فيش حاجة اسمها سينما نظيفة وسينما مش نظيفة، واللي ينطبق على السينما ينطبق على التلفزيون، على المسرح، على الإذاعة، على أي عمل فني عموما يعني. أنا مش ضد حرية الإبداع على الإطلاق، بالعكس، نعمل كوميدي، تراجيدي، ساسبنس، اكشن، نعمل اي شكل من اشكال الدراما، لكن زي ما قلت لك لازم نسال نفسنا احنا بنعمل ده ليه؟ في نفس الوقت لازم نراعي منظومه القيم والاخلاق اللي بتميزنا كمجتمع مصري عربي شرقي متدين بطبعه. لازم نتحرك ونشتغل داخل اطار الهوية بتاعتنا بكل ما تحمل هذه الهوية من عادات وقيم وتقاليد. هل ترى أن هناك بعض الأعمال بتقدم شايف أنها خارج هذا الإطار؟ كتير يعني، مش بعض، كتير. شايف أنه كتير طبعا. يعني ضد فكرة العنف طبعا، طول عمر الأعمالنا الفنية بتعالج كثير من قضايانا وكثير من مشاكلنا بمنتهى الجرأة والموضوعية، وأنا عملت كتير من الأعمال بتتصدى لكثير من القضايا الشائكة كمان، ومع ذلك اتعملت في إطار داخل إطار هويتنا، ما فيهاش أي شيء خارج عن المألوف. هو البعض بيقول إنه إحنا ليه بنكبر المصطلحات؟ يعني ليه ما فيش أعمال فقط للتسلية والترفيه؟ لا، ده مردود عليه كالآتي. لما أكون أنا عايش في بلد زي مصر فيها كثير من التحديات والمخاطر، بتواجه كثير من المؤامرات في الداخل والخارج، بتواجه كثير من المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لا يمكن الفن يبقى في معزل عن ده، ولا يمكن الدراما تبقى بتقدم شيء آخر مختلف عن ده خالص. فن للفن أو للانترتينمنت أو التسلية إنجاز في أي مجتمع في أي بلد، فما ينفعش في مصر، خاصة في المرحلة اللي احنا عايشينها دلوقتي، واحنا محتاجين نعيد صياغة عقول ووجدان الناس بما يتلائم مع هذه المرحلة. طارق الدسوقي، بتوحشك الكاميرا؟ انت غايب عنها بقالك 10 سنين تقريبا. جدا. يمكن فعلا 10 سنين. اخر مسلسل اجتماعي قدمته كان في 2012، الاخت تريز، مسلسل الاخت تريز، وخدت عنه جايزة احسن تمثيل في مونديال العرب 2012، وسلمها لي الاستاذ ابراهيم ابو زكري رئيس اتحاد منتجين العرب. خلال ال10 سنين دول عملت قضاء عظماء، الجزء الاول والثاني، ماستر سين ليا في القضاء عظماء، اتشير على اليوتيوب، عامل اكتر من 30 40 مليون مشاهده. لانه بيقول كلام شديد الاهميه يعني. ومع ذلك لا، انا فعلا بعيد. في العشر سنين اللي انت بعيد فيهم عملت ايه؟ عملت ايه؟ طارق الدسوقي لمن لا يعرف، هو شديد الثقافة، غير انه انسان، غير انه هو يعني فنان موهوب جدا، لكنه شديد الثقافة، عملت في اكتر من مجال، عندك كمان عمل كبير جدا في المجال الخيري، واشتغلت فيه بشكل قوي وكأنك بتبدأ صفحة جديدة. انا ليا كثير من الأنشطة المجتمعية والخيرية اللي انا حريص عليها، يمكن أكتر أحيانا من حرصي على ما أقدمه للناس من أعمال فنية، لأني شايف إن ده في منتهى الأهمية، وشايف إنه أي نجاح أو شهرة أو مال حققناه من هذه المهنة فإحنا مدينين بيه للناس، فلازم يبقى شديد التواصل معه. ثانيا، الفنان الحقيقي هو لسان حال الناس، هو اللي عبر عن ألمهم وطموحاتهم وأحلامهم. فأنا طوال ال10 سنين دول، رغم بعدي وقلة الأعمال اللي بقدمها بل ندرتها، ما توقفتش عن دوري التثقيفي والتوعوي اللي المفروض اقوم بيه وواجبي تجاه الناس. اولا انا محاضر بدرجه استاذ للدراسات العليا، كليه اداب جامعه القاهره. رأست لجان تحكيم مهرجانات المسرح في كثير من جامعات مصر. اكتر فنان زار تقريبا كل جامعات مصر، وعملت حوارات مفتوحة مع طلبة وطالبات الجامعة، بأجيب على كل الأسئلة الحائرة والشائكة اللي عندهم. الشهر اللي فات كنت في معهد إعداد القادة ولقاء مع الشباب من كل محافظات مصر. أنا المستشار الثقافي والفني لمؤسسة التعليم أولا، اللي شعارها عندما يكون التعليم أولوية وطن. رئيس لجنة الثقافة والإعلام في حزب المصريين الأحرار، وعضو الهيئة العليا للحزب.
متحدث رئيسي في كثير من الندوات والمؤتمرات اللي بتتكلم عن نبذ العنف والتطرف والإرهاب وعن أهمية الوحدة الوطنية، وسفيرا للنواب حسن أيضا، وعن ملف الثقافة والفن والإعلام وأهميته في بناء الإنسان. سفير نوايا حسنة وعضو اتحاد السلام الفيدرالي التابع للأمم المتحدة، وكان ليك زيارات، وقبل كده زرت فعلا معسكرات اللاجئين ونازحين في دارفور، رحت غزة وهي تحت الحصار مرتين، رحت دارفور السودان. كيف أثرت فيك هذه الزيارات؟ تأثير كبير جدا جدا جدا، رغم المشقة والمجهود والتعب اللي احنا بنواجهه أو بنشوفه، لكن المشقة بقى والتعب والآلام والمعاناة اللي بشايفينها الناس اللي في المعسكرات دي، والناس اللي هي تهدمت قراها ومدنها وأصبحت بلا ماضي ولا حاضر ولا مستقبل يعني، وعايشين في مخيمات على ما تفعله منظمات المجتمع المدني أو المنظمات الخيرية أو الأمم المتحدة في رعايتهم يعني من كافة الأوجه. مسألة صعبة وقاسية، مسألة صعبة وقاسية، لكن عايز أعرف أنت كفنان وإنت في دارفور أو في غزة، يعني كنت بتشوف المشاهد دي، كنت بتاخد منها بعض المشاعر اللي ممكن تكون أنت كفنان ما تقدرش تجيبها لو ما زرتش هذه الأماكن، لو ما شفتش هذه الأزمات، وكنت مثلا بتقول لا أنا عايز أرجع البلاتو أحسن، لا 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 خليني أعيش في العالم بتاعي. لا لا بالعكس خالص، رغم الجهد والمعاناة زي ما حضرتك بتقولي، لكن صدقيني بشحن بيها البطاريات يعني، عارفة اللي هو بتوصل لي رسائل كبيرة جدا جدا ومهمة جدا، أهمها هي أهمية الوطن، الحفاظ على الوطن، على أمن واستقرار بلد ووطن، على الأربع حيطان اللي محوطنا اللي لازم نعرف قيمتهم الحقيقية، ونبذل كل ما عندنا من جهد، ونبقى على قلب رجل واحد، ونقف حائط صد منيع ضد كل من يحاول أن يهدم هذا الوطن. أيضا الفن هو حائط الأمان، لأنه بيحارب الفكر بفكر وبفكر حقيقي وبمشاعر حقيقية. طبعا شايف الفترة اللي جاية ايه روشتة النجاح؟ شايف الفترة اللي جاية ايه اللي ممكن يتعمل بحيث انه يكون عندنا اعمال خالدة زي اعمالنا اللي كانت موجودة قبل كده؟ روشتة العلاج كالآتي: لو عايزين نقدم اي عمل درامي النهاردة في المرحلة دي بكل ظروفها وبكل ملابساتها، ما قدمناش غير سبيل واحد، وانا يمكن من خلال البرنامج بتاع حضرتك واحنا في قناة ايضا يعني نتبع للشركة المتحدة للإعلام، ففرصة ان انا يعني اوجه لهم هذه الرسالة، انه ليه ما نعملش ميثاق شرف حقيقي، او نعمل روشتة او ورقة كده ونوزعها على كل المنتجين والمخرجين والمؤلفين، انه لو اتعمل عمل درامي لازم يبقى فيه حاجة من دول او حاجتين او كل دول، لكن ما نخرجش عن هذا الاطار، لان ده اللي احنا محتاجينه في الفترة دي. ايه هي؟ واحد، اي عمل درامي لازم يغوص في مشاكل وهموم الناس ويحاول يطرح حلول ليها. اتنين، يرتفع بمستوى الناس الثقافي والفكري والحضاري والانساني. تلاتة، يرسخ لديهم الهوية المصرية بكل ما تحمله هذه الهوية من عادات وقيم وتقاليد ولغة. أربعة، يؤكد ويزكي روح الانتماء عند الناس خاصة الشباب، يبقوا عارفين يعني ايه أرض، يعني ايه عرض، يعني ايه وطن. خمسة، يلقي الضوء على فترات تاريخية مشرقة ومشرفة في تاريخنا سواء الماضي أو الحديث. ستة، يلقي الضوء على نماذج مشرفة ومضيئة من القادة والزعماء والعلماء والفنانين اللي ليهم بصمات واضحة على وطننا وعلى مجتمعنا، والاستدعاء سيرتهم العطرة النهاردة وتقديمها من خلال عمل درامي يصبح قدوة ومثل ونموذج يحتذى لكل الأجيال الشابة. أيوة. اللي موجود. طب أنت كفنان نأكد على الوحدة الوطنية وعلى أن الدين لله والوطن للجميع، وأنه ما فيش فرق بين مسلم ومسيحي، وأن احنا كلنا
صمام الأمان الحقيقي لهذه البلد هو في ترابط أهلها. نشيع كثير ونعيد كثير من القيم المفقودة اللي بتمثلنا وتميزنا كمجتمع، الإيثار، التضحية، المروءة، الشهامة، الكرم، قبول الآخر، التعاون. طب شايف مين من النجوم اللي موجودين حتى في خلال العشر سنين اللي فاتوا وحتى هذه اللحظة كان إلى حد ما بيحاول يقرب من هذه المنطقة، كان بيشتغل إلى حد ما على الطريق السليم، مين أعجبت بيه، مين شايفه أو شايفها؟ طبعا بصي، احنا عندنا فنانين كتير قوي عبقرة، يعني لا بجد والله، يعني ولا يقل على الإطلاق عن ممثلي أو فناني الزمن الجميل زي ما بيقولوا العظام زي مين؟ الكبار. أنا بحب كتير بصراحة. يعني زي مين؟ يعني أنا بيعجبني جدا ماجد الكدواني، أنا بيعجبني جدا خالد الصاوي، بيعجبني جدا محمد ممدوح، بيعجبني محمد فراج، أحمد داوود. أنا شايف فيهم ممثلين هايلين عبقرة، ممكن يعمل أي دور في يعني موجود. الستات أو السيدات عندي كتير، عندك يسرى، منى زكي، هند صبري، سوسن بدر، لا في كتير أنا خايف أنسى. كل دول ممثلين. عندنا مخرجين ومؤلفين حتى كمان من الجيل الحالي هايلين هايلين، بيعجبني كتير منهم، مش خايف انسى برضو حد، لكن بيعجبني تامر محسن جدا، خالد مرعي، خايف انسى احمد مدحت في الكوميدي، احمد الجندي ومعتز التوني، عندهم حس كوميدي كويس جدا. طبعا مؤلفين عندي كتير هايلين جدا وجيدين جدا. لا احنا لا ينقصنا شيء غير اننا فعلا يبقى عندنا بلان او رؤيه او استراتيجي ايه اللي المفروض نقدمه ونقوله طب للناس. طب انا سريعا قبل ما ننتقل لرساله، الى مقوله الجمهور عايز كده، شايفها ازاي؟ كلمه حق قريب بباطل، على غير صحيح على الاطلاق. يعني انك انت تلجئي للتوليفه السهله اللي متخيله انها تجيب كثافه مشاهده زي البلطجه، العنف، العري، الجنس، الالفاظ، كل التوليفه والحاجات دي كلها. لا بالعكس على الاطلاق، بدليل ان احنا لما بنقدم عمل جاد ومحترم بيحترم عقل وجدان الناس بينجح وبيكسر الدنيا. مع ملحوظه حاجه مهمه قوي، انه مش شرط ان انا عشان اقدم عمل جاد يبقى جاف، يبقى يفتقد للمتعه السمعيه والبصريه او للقيمه الجماليه. عند المبدع بدل الوسيله 10، مبدع علشان الحقيقي يوصل انه يوصل الفكر زائد المتعه في نفس الوقت. طب هنروح سريعا لفقره رساله الى، هتظهر على الشاشه هنا صور وتوجه لصاحبها رساله أو رأي. الصورة الأولى النجمة إلهام شاهين. إلهام صديقة وأخت عزيزة جدا، وكانت زميلة ليا في معهد عالي للفنون المسرحية، وأقول لها عايزك بس تهدي شوية يا إلهام، لأنه يبدو أنه يمكن الحرب الأخيرة الشعواء اللي هي بتخوضها دي خلتها على طول مستفزة أو مستنفرة، يعني جاهزة للحرب، فده أثر عليها. فبتقصد تقولها تهدى في إيه؟ تهدى 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 في الردود، وتهدى في التعامل مع الصحفيين، مع المصورين، مع زمايلها، مع في لقاءاتها التلفزيونية، في حياتها الخاصة. هي إلهام شاهين جميلة كده زي ما هي بطريقتها الطبيعية جدا. الصورة اللي بعد كده المخرجة إيناس الدغيدي. أنا ما أسعدنيش الحظ يعني إن أنا أتعامل أو أشتغل معاها أو أعرفها عن قرب، لكن ليا تحفظ على كثير من آرائها الشخصية أو الخاصة اللي هي حرة فيها، ودايما بقول لها إنه الشخصية العامة أو الفنان أو المبدع لا، لازم يبقى عارف إيه اللي يتقال وإيه اللي ما يتقالش وإزاي يتقال، ودايما يبقى في عدم خلط بين حياتي أنا الخاصة وبين ما أقدمه للناس من فن أو من آراء أو من رؤى حتى بقولها في أحاديثي. وده ملوش علاقة أبدا بمسألة الدبلوماسية ولا مسألة الخوف أو الجبن، لا أعتقد أنه ده واجب، وخاصة أيضا في المرحلة اللي احنا فيها بنعيشها دلوقتي. الصورة الثالثة والأخيرة النجمة حنان ترك.
حنان افتقدناها كممثلة، وأنا مش مع قرار اعتزالها ولا بعدها عن الفن، بالعكس أنا كنت أتمنى أنها تظل وأنها تستمر، لأنها ممثلة جيدة جدا وموهوبة جدا ولها رصيد من الحب في قلوب الناس كلها، فكان لازم تستمر لأن دي وتكمل رسالة رسالتها. مهمة جدا قبل جدا. ما انهي حلقتنا اللي كنت اتمنى انها ما تخلص، اخطاء رحلتك لما تبص وراك تقول انا ما كانش المفروض اعمل كذا. يعني عادة الواحد ما بيبقاش قد كده وهو ماشي في الحياة، يعني سواء الخاصة أو المهنية، وبيتكعبل وبيقوم ويقف، ما بيبقاش مركز قوي في التنظير أو إنه أنا أخطأت في كذا أو كده، لكن يمكن كثير من قراراتي كانت محتاجة مراجعة، كثير من علاقاتي كانت محتاجة أيضا مراجعة. الشيء الوحيد اللي انا بحمد ربنا عليه انه 80 مسلسل او 15 فيلم، 15 مسرحيه، العديد من الاعمال الاذاعيه والسهرات الدراميه والبرامج التلفزيونيه، الحمد لله الحمد لله ما فيهمش عمل واحد ممكن اخجل منه او اندم عليه، ودي في حد ذاتها حاجه يعني توفيق من ربنا. احنا بنشكرك، شرفتنا ونورتنا النهاردة بالخط العريض النجم القدير طارق الدسوقي، وبنتمنى لك كل التوفيق وفي انتظار أعمال كتير الفترة اللي جاية. أنا اللي بشكرك جدا جدا يا إيمان، وعلى لقائي معاكي ومع السادة المشاهدين من خلال برنامجك الجميل بالخط العريض، ويا رب نكون حطينا خطوط عريضة لكثير من الأشياء اللي تهم الناس ونكون خفاف أكيد عليهم. يعني نورتنا وشرفتنا. أشكرك أشكرك. وفي الختام كان معنا اليوم في حوار حصري النجم الكبير طارق الدسوقي، وهو بالخط العريض نجم يحمل الهم العام ولديه رؤية حقيقية وروشتة عملية لمستقبل الفن والثقافة والإعلام. الحقيقة قدم أعمال مهمة جدا وخالدة وأضاء مناطق بتظهر للنور لأول مرة، وأجاب عن أسئلة شائكة حول الكثير من القضايا. كل التحية والتقدير والمحبة والاحترام لهذا النموذج الناجح المحترم من الفنانين اللي بنتمنى ليهم مزيد من التوفيق والنجاح حتى نرى أعمالا فنية قوية تناسب الأجيال الجديدة. ودائما وأبدا هتفضل مصر منارة الثقافة والحضارة والأدب وكل أنواع الفنون. عاشت مصر وعاش فنها وفنانوها ومبدعوها في كل مكان وزمان. بالخط العريض بودع حضراتكم مع تمنياتي ليكم بسهرة سعيدة وصحبة مبهجة. أشوفكم الجمعة اللي جاية على كل الخير. مع السلامة.